فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما أسباب التخلص من الرياء؟ توبة إلى الله عز وجل والرجوع إلى الله وإخلاص العمل. ذكر ابن رجب رحمه الله على هذا الحديث في شرح الأربعين أنه إذا كان الرياء من أصل العمل فإنه باطل، أما إذا كان أصل العمل لله عز وجل ثم طرأ الرياء فإن دفعه لم يضره، وإن استمر معه أبطل العمل. نعم.